نروح بقى لمحترفين. كشف التقارير الصحفية البريطانية اليوم الخميس موعد عودة النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول. طبعا كان عانى قائد منتخب مصر من إصابة تعرض لها في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوتيفوار 2023. كان محمد صلاح تعرض للإصابة في العضلة الخلفية مع منتخب مصر أثناء لقاء منتخب مصر وغانا، واللي انتهت طبعا بنتيجة 2-2. احنا ما كسبناش، كل المباريات كانت تعادل ضمن منافسات دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا. كشفت صحيفة ليفربول إيكو المقربة من نادي ليفربول أن صلاح قد يعود للمشاركة في مباراة بيرنلي المقبلة، وفي حالة عدم حدوث ذلك من الممكن أن يتواجد على مقاعد البدلاء في لقاء السبت المقبل. وذكرت الصحيفة البريطانية أن صلاح يتعافى حاليا من الإصابة، حيث تواجد في مقر النادي وهو يخضع للتدريبات التأهيلية في إشارة إلى قرب أو اقتراب موعد مشاركته مع الفريق. كل التوفيق لمحمد صلاح. عايز أقول برضو حاجة على محمد صلاح صغيرة قوي. محمد صلاح ملوش ذنب في كل اللي حصل في منتخب مصر. في ناس كانت مسؤولة عن إعلان إصابة محمد صلاح بشكل مفصل، في ناس كانت مسؤولة عن التواصل مع نادي ليفربول وتقول إن إحنا تواصلنا مع ليفربول، إنما إن كلوب يعلن هو ده شيء بعد الاتفاق، هو لا ذنب كلوب ولا ذنب محمد صلاح بالمناسبة. وأنا مش هظلم محمد صلاح ومش هقول إن محمد صلاح، لا، محمد صلاح ملوش ذنب في كل ده، ده لعيب اتصاب. محمد الشناوي لما اتصاب سافر وتعالج، دي مش ذنب، دي ترتيبات إدارية المفروض دايرة، الدايرة دي بتوصل في الآخر إن أنا أحمي اللعيب بتاعي وما سلموش لحد وأقول إن اللعيب ده مصاب وإصابته تستدعي إن هو هيروح يتعالج، يسافر بقى يتعالج في إمكانيات لعلاجه هنا. لازم أوضح للناس، مش أسيب كل حاجة كده وما أتكلمش وأسيب المدير الفني لنادي ليفربول هو اللي يعلن إن إصابة محمد صلاح تستدعي إنه يرجع ليفربول. أنت كده ما حميتش اللعيب بتاعك، أنت كده حطيت اللعيب بتاعك في موقف محرج. ومحمد صلاح مش لعيب صغير، ده من أكبر اللعيبة في العالم، لاعب مخلص لمنتخب مصر ومخلص لبلده جدا 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 وعمل لبلده كتير. اي حد هيقول ان منتخب مصر في وجوب محمد صلاح، لا، محمد صلاح عمل في منتخب مصر كتير وقدم لمنتخب مصر كتير سواء وفق او ما وفقش، لكن هو لعيب مخلص 100%. فبالتالي لا، الترتيبات الاداريه ليها دور في الموقف ده قبل ما نسيب خبر محمد صلاح يعني.